الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. وهذا الباب باب عظيم عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان هذه المسألة العظيمة المهمة، فما يجب على ولاة الأمور على رعاياهم، وما يجب من الرفق والتيسير على الرعايا والسير بهم بما ينفعهم في الدنيا والآخرة. وهذا الباب باب عظيم يغفل كثير من الناس عن الكلام عنه، لذلك تجد كثيرا من الناس يتكلمون عن حقوق الراعي، ونادرا ما تجد أحدا يتكلم عن حقوق الرعية. والصواب في هذا أن الشرع جاء بالأمرين، بحق الراعي وحق الرعية، فلا بد من التنبيه على هذين الأمرين وبيان الحقوق. فهذا الدين دين عظيم، دين شامل، دين كامل، أعطى كل ذي حق حقه، ومن ذلك حق الراعي وحق الرعية. وهذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى آيات وأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بيان هذه المسألة العظيمة. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ففي الآية الأولى يخاطب الله عز وجل نبيه ويأمره: واخفض جناحك، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا وكان حاكما وكان قاضيا، فكان هو كل شيء صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك على كل من ولي ولاية أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما أمره الله به في هذه الآية: واخفض جناحك، يعني لا ترفع نفسك على الناس، مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وهنا ذكر المؤمنين ومن اتبعه صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يستحقون خفض الجناح. ولذلك قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. فالذلة وخفض الجناح تكون للمؤمنين وليتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أعزة على الكافرين. أما الكافر فإنه لا يتعامل بخفض الجناح ولا يعامل بالذلة، يعني والمراد بالذلة في الآية ليس معناها أن الإنسان يكون ذليلاً، وإنما المراد بها التواد والتراحم والمعاونة، كما قال سبحانه وتعالى: وعن البر والتقوى وتعالوا على الإثم والعدوان. وهنا يقول سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. العدل هذا مقام عظيم، ولذلك جاء الفضل في الإمام العادل أنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والعدل فرض على كل أحد، والشريعة ما قامت إلا على العدل، والأرض ما قامت مصالحها إلا على العدل. فإذا أقيم العدل قامت الأرض وصلحت، وإذا جاء الظلم فسدت الأرض. والعدل هو وضع كل شيء في موضعه، ولا أحسن ولا أفضل ولا أكمل من شرع الله سبحانه وتعالى. فشرع الله عز وجل هو العدالة، شرع الله هو الشرع الذي تقوم به الأرض وتقوم به المصالح، تقوم به مصالح الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك من أعرض عن شرع الله سبحانه وتعالى إلى القوانين الوضعية والأحكام البشرية فإنه ولا بد أن يقع في الظلم والجور والجاهلية التي ذمها الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول هنا في هذه الآية: إن الله يأمر، وهذا تأكيد لأمر العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
والإحسان فضل، فالله عز وجل يأمر بالعدل أولا لأنه هو الفرض، والإحسان مندوب وهو كمال. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وهذا تخصيص بعد عموم، لأن ذوي القربى أولى من يحسن إليهم ويتعامل معهم بالعدل. ثم قال سبحانه وتعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء هو ما استفحش من الذنوب كالزنا واللواط وقتل النفس ونحو هذه الذنوب المستفحشة، والمنكر هو ما دون الفحشاء، كل محرم دون ما استفحش من هذه الذنوب العظيمة، والبغي هو التعدي. ومناسبة ذكر هذه الآية في هذا الباب لأن هذه الآية تشمل أولا ولاة الأمر، كل من ولي الأمر فهو مأمور بالعدل ومأمور بالإحسان ومنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، ولذلك ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب العظيم. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وهذا لا شك حديث عظيم، حديث جليل، فيه جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. كل من من كان له ولاية سواء كانت صغيرة أو كبيرة فإنه سيُسأل عن هذه الرعاية عند الله سبحانه وتعالى. إذا استرعاك الله رعية فأحسن إليها وأقم فيها شرع الله عز وجل، سواء كانت هذه الولاية صغيرة أو كبيرة، حتى الإمام في مسجده والمعلم في فصله والمدير في مدرسته، وكل من له ولاية صغيرة أو كبيرة سيُسأل عن هذه الولاية عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك في آخر هذا الحديث قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولكنه بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم الأمور، قال: الإمام يعني الحاكم راع ومسؤول عن رعيته، فهي الولاية العظمى وهي الأمانة الكبرى، فلذلك بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الإمام راع مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. الرجل مسؤول، وهذه مسألة حقيقة مهمة جدا. أنت في بيتك ولي أمر، تغير بيدك، تزيل المنكر، رضي من رضي وسخط من سخط، أنت مسؤول عن كل ما يكون في بيتك. يعني بعض الناس الآن يتعامل مع بعض المنكرات التي تكون في بيته، يقول نتعامل معها كما يفعلون الآن بأساليب التربويين ونحوهم بالمجادلة والحوار ونحو هذه الأمور المطاطية التي لا تجدي شيئاً إلا الاستمرار في الباطل. نقول: أنت مسؤول، أنت ولي أمر، أنت لك الآن صلاحية الإزالة بيدك، البيت بيتك والأمر أمرك، فإن تنازلك عن إزالة المنكر أنت مسؤول عنه، تراخيك في إزالة المنكر أنت مسؤول عنه، فأنت مسؤول عن بيتك يوم القيامة عندما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فبما أن الأمر بيدك وأنت تستطيع الإنكار في سلطانك فإنك مسؤول عن هذا الأمر أمام الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: قد يعني ينفر الأبناء، ينفر الأولاد ونحو هذا. أنت عليك أن تطبق شرع الله، عليك أن تطبق شرع الله، أن تفعل ما أمرك الله، وما يكون بعد ذلك فليس إليك، أنت مأمور بأن تطبق الشرع، ومن شرد عن الحق فالنار أمامه، لكن أنت مطالب بأن تخلص نفسك أنت أولا. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. أولا ابدأ بنفسك، خلص نفسك، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فأولا تخلص نفسك ثم بعد ذلك تخلص أهلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وهذا يفيدنا أمرا عظيما، وهو أن المرأة الأصل فيها قرارها في بيتها، وأن أعظم وظائف المرأة هو قيامها بحقوق بيتها وحقوق زوجها وتربية أولادها، ولذلك نص عليها
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والمرأة راعية في بيت زوجها، هذه وظيفتها، ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ثم عمم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال: عن أبي علي معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. فدل على أن الأمر عظيم والأمر شديد. فالولاية الأصل لا يفرح بها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة لا يفرح بها، ولكن من ابتلي بها فليستعن بالله عليها. هنا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، نسأل الله عليه وسلم. وعيد شديد. والغش للرعية يشمل صورا كثيرة، فكل محرم فعله أو دعا إليه أو سكت عنه وتركه فإنه غش رعيته، وهو مسؤول عن هذا الغش يوم القيامة، وهو متوعد بهذا الوعيد إلا حرم الله عليه الجنة يوم القيامة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه، يعني لم يحط الرعية بالنصيحة والبيان والتوجيه والإرشاد. وهذا يفيد أن الإمام ومن له مسؤولية مطالب بالنصيحة، مطالب بالأمر معروف، مطالب بالنهي عن المنكر. قال: لم يجد رائحة الجنة، وهذا وعيد عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. وفي رواية مسلم: ثم لا يجهد لهم، يعني لا يبذل الجهد والوسع في النصيحة والبيان إلا لم يدخل معهم الجنة. فلذلك من ولي هذه الولايات فإنه يجب عليه أن يبذل قصارى جهده، لا بد أن يبذل قصارى جهده في نصيحتهم، في العناية بأمورهم وبشأنهم. فلذلك شأن الولاية الصغيرة والكبيرة شأن عظيم. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق به. رواه مسلم. وهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على من ولي ولاية من أمر المسلمين: إن رفق رفق الله به، وإن شق عليهم شق الله عليه، الجزاء من جنس العمل. ولذلك على المسلم إذا ولي أي ولاية صغيرة كانت أو كبيرة فعليه أن يستعمل معهم الرفق ما أمكن، يستعمل معهم الرفق ما أمكن، ولا يستعمل الأمور الشاقة عليهم، فإنه مبتلى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فاشقق عليه. وهذه المشقة قد لا يراها الإنسان ظاهرة عليه في بدنه، قد يكون أعظم ما يكون من المشقة في القلب، تجده مهموما مغموما، يعني يعيش حالة كئيبة لكن لا تظهر، وهذا أشد ما يكون من المشقة، أن تكون المشقة في القلوب لا في الأبدان. ولكن نحن نؤمن أن من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم أن الله يرفق به بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا شق عليهم الله عز وجل يشق عليه، سواء كان ظاهرا أو باطنا. فعلى المسلم أن ينتبه لهذا الأمر العظيم. وهذه كما ذكرنا الولاية تشمل الولاية الصغيرة والكبيرة. ولكن هنا مسألة مهمة، وهي أن مسألة الرفق ليست موكولة إلى أهواء الناس، مسألة الرفق ليست موكولة إلى آراء الناس وأهوائهم، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، ولكن الأمر ليس إلى أهواء الناس وإنما إلى الشريعة. فالرفق بالناس يكون بسير الناس على الشريعة، فإذا سرت بالناس وفق الشريعة فإن هذا هو الرفق. فنضرب مثالا على ذلك يتضح به المقال. كما ذكرنا أن الولايات الصغيرة والكبيرة تشمل جميع الولايات، فمثلا حتى إمام المسجد في مسجده له ولاية،
فإمام المسجد سلطان في مسجده، فهو ولي أمر بهذا الاعتبار. فنقول مثلا الإمام عليه أن يسير بالناس بالرفق ولا يشق على المصلين، وقد مر علينا في الدرس السابق حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين، وقال يا معاذ فتان أنت يا معاذ. ولكن كما ذكرنا أن الرفق لا يكون على أهواء الناس، وإنما يكون الرفق وفق الشريعة. ونضرب مثالا على ذلك، لو أن إماما يصلي بالناس في فجر الجمعة بالسجدة والإنسان، السجدة والإنسان سنة واردة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في الحديث أنه كان يداوم عليه، يعني ما يتركها أبدا. قد يأتي بعض الناس يقول والله هذا تطويل، ويقول هذا مشقة، فهل نقول فعل الإمام خطأ أو كلام المأموم هو الخطأ؟ كلام المأموم هو الخطأ، لأن الإمام عندما صلى بالسجدة والإنسان في فجر الجمعة إنما سار بالناس وفق الشريعة، والشريعة ليس فيها مشقة، وإنما جاءت بالرفق والسماحة والوسر. ولكن قد يكون هذا الإمام شق عليهم ليس في تطبيق السنة، وإنما يكون يعني في مثلا في طريقة تلاوته. فلا مثلا لو قرأ السجدة والإنسان بالتجويد المبالغ فيه وأطال الصلاة يعني يعني بدل أن تكون في ثلث ساعة وربع ساعة صارت إلى 45 دقيقة وهو يقرأ السجدة والإنسان، نقول أنت نعم قرأت السنة لكنك شققت على الناس بطريقة تلاوتك. فإذا المسألة أنك ترفق بالناس بأيسر طريق، ترفق بالناس بأيسر طريق وفق السنة. فلو قرأت مثلا السنة فتقرأ كقراءة الرسول أو مقاربة من قراءة الرسول. أما لو أطلت خلاف صلاة الرسول ولو كانت الآيات هي مقدار الآيات، فإنك قد شققت على الناس وخالفت السنة. وهذا مثال يتضح به هذا المقال، يتضح به هذا المقال في جميع أمور الولايات التي يتولاها الإنسان وفقا للشريعة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.